مرحبا، اليوم بدي اعلمكم كيف بنعمل صابون سائل. بيلزمني صابوني مثل هيدي، وزنها 90 جرام. ببرشها بالمبرشه، مبرشه مثل هيدي ببرشها، وبحصل على برش صابوني مثل هون. هيدا نفس الصابوني برشها انا. بسخن 3 اكواب من الماء. هوني حطيت 3 اكواب من الماء، كل كوب 250 مللتر، بدنا نحترم المعايير. وبضيف لهم الصابون، وبضيف البرش اللي شايفينه، وبنصير نحرك بواسطة خفاق حتى يدوب البرش كليا. المي سخنتها تقريبا مدة 400 ثانية بالمايكروويف. فينا نسخنه بأي طريقة أخرى، المهم يكون سخن حتى يذوب فيه البرش. بضل عم حرك حتى ما يضل في أثر لأي حبيبات. مثل ما قلت لكم، من المهم جدا احترام المقادير، ولما اقول كوب من الماء يعني 250 مللتر، ومش اي كوب من عنا. هون حطيت 3 اكواب، يعني 750 مللتر من الماء لصابونة وزنها 90 جرام. دايما بنتأكد من الحبيبات، طالما في حبيبات نضل عم نحرك. من المهم جدا كمان بعد ما نخلص تنظيف كل الادوات اللي بنستخدمها جيدا من رواسب الصابون، لانه لو رجعنا استخدمنا هالادوات للاكل فيها رواسب صابون ممكن نبتلع رواسب الصابون، وهيدا بيسبب فشل كلوي. كل شيء كيميائي بنبتلعه ممكن يسبب فشل كلوي واضرار اخرى للصحه. حاول ذوب الصابون منيح. من المهم جدا كمان انه ما نستخدم خفاق كهربائي، لانه الخفق بالكهرباء بيعمل رغوة قوية لدرجة بيصير الصابون غير صالح انه نعبيه بالعبوات تبعول الصابون. فما نستخدم لا الخفاق الكهربائي ولا البلندر. في ناس بتجي على الفكرة انه تحطه بالبلندر، ابدا، لانه الرغوة ما لازم تطلع، لازم يدوب بالمزيج وما تطلع اي رغوة. تقريبا ذاب الصابون، بغطيه بغطا وبتركه بضعة ساعات. من خلالها بحركه وقت لوقت، والأفضل إذا فيكم يعني تحطوه طول الليل. وهون عندي صابون عملته سابقا وتركته لعدة ساعات، وحركته تقريبا مرتين بس خلال هالعدة ساعات. مثل ما شايفين الصابون كيف صارت جامدة. هذه صابوني واحدة نفس المقادير اللي فرجيتكم إياها، فبدي حركها شوي لحتى ترجع تصير لزوجتها، يعني مناسب انه نحطها بالأنانة. اول ما نحط الصابون يعني ما ندوب الصابون بياخذ وقت ليجمد ويصير هيك، فما نخاف اذا لقينا انه الصابون بعده ما جمد. اتركوه طول الليل وحيصير اجمد من هيك حتى كمان. مثل ما شايفين الصابون بحاول اخلطه منيح. بلش ياخد شكله المناسب، ريحته كتير حلوة.
حقلكم اي ماركة، بس بصحكم دايما تجيبوا صابون فاخر لانه بيحرز مثل ما شايفين ثواني معدودة وبيصير الصابون جاهز ليتعبى بالقنينة. بنحركه حتى يصير مثل الكريمة، مثل الكريم يعني، وبنحاول قد ما فينا نخفف هالشقف يصير كله سائل. فبنعمل له شوية مجهود جمالا صار جاهز، صار جاهز الصابون. شايفين شكله كيف؟ فينا نستخدم صابون ألوانه مختلفة، أنا بحب الأبيض رمز النظافة. وهون في عندي عبوات خاصة للصابون اشتريتها بدولار، فينا نستخدم عبوات كان فيها صابون سائل اشتريناه سابقا، أو نستخدم العبوات الفخمة الباهظة السمن. نحتاج هلا بدي أعبيهم، حبحتاج لقمع هيك، وعبيها شوي شوي ومفضي الصابون بالعبوة، نحرص انه ما نطفحها حتى ما تفيد لما نحط لها الغطاء تبعها، وكمان حتى يكون بإمكاننا نخضها في حال تطلب الأمر. حسب نوع الصابون، في صابون بيتطلب انه نحركه من وقت لوقت هو بالقنينة. وملاحظة بخصوص النتيجة، في انواع صابون بتعطي مزيج جامد ومتماسك، وبعض الانواع الاخرى بتعطي خليط اكثر ميوعة، خاصة الانواع اللي فيها كريمات. ف مهما كانت النتيجة هتكونوا حتما مبسوطين من النتيجة الأخيرة. جمعنا شوي، أنا طفحتها شوي، طفحتها هحاول شيل منها. هيك بيكون صار عندي صابون جاهز للاستخدام. في شوي كمان ضلوا بحطهم بقنينة اصغر. صار عندي صابون جاهز، صابون سائل جاهز للاستخدام. الصابون اللي استخدمته من النوع الفاخر جدا، بنصحكم تستخدموا نوعيات فاخرة لتحصلوا على نتيجة فاخرة. وهي الصابونة يعني هيدي الصابونة اللي هون كلفتني تقريبا نص دولار، بس لما عملتها سائلة تقريبا صارت قيمتها فوق الأربعة دولار ويمكن أكثر، لأنه كمان بعد في كمية بتنحط بعلبة أصغر. فهلا بدي صابن إيدي فرجيكم الصابون اللي حضرته كيف صابون في ايدي. طبعا في فراغ بالهواء بالعبوة مثل ما شايفين. هذا صابون، حضر مي، صابون ايدي بالصابون اللي عملته، مشهد غني عن الوصف.
بتمنى انه هالفيديو يكون عجبكم وفاتكم، وبتمنى توزعوه لرفقاتكم عبر الايميل او فيسبوك او تويتر. ما تنسى تضغطوا على زر سبسكرايب اذا كنتوا بتحبوا اشرتي، وكمان بامكانكم البحث باي وقت باليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة مشاهدة أسرتي. وبتشكركم وإلى اللقاء في فيديو